مرحبا بكم في القرن الثالث بالمغرب. هي ثلاث مؤشرات تبرزها فعلا يمكن تصنيف المغرب، هل هو في زمن القرن الواحد والعشرين أو القرن الثالث الميلادي. المؤشر الأول، مستعجلات من صحة الضمان الاجتماعي بدرغلف بالبيضاء. طابور طويل من المرضى أمام المستعجلات لم يكن فيها سوى طبيب واحد مع ممرض واحد. المؤشر الثاني، مختبر للتحليلات الطبية بحي المعاريف بالبيضاء. طابور تعباني لإجراء اختبار كورونا 650 درهما للتحليل الواحدة. وضع المختبر تحت رهن إشارة كاتبة وتقنية تتكلف بالتحاليل بشكل سلحفاتي. المؤشر الثالث، طابور طويل من الزبناء حصلوا على مواعيد سابقة لإصلاح سياراتهم أمام مقر شركة مشهورة للسيارات بالبيضاء، تستحوذ على نسبة مهمة من المبيعات السيارات بالمغرب. في خدمتهم موظف واحد لتسلم الملفات إصلاح أعطاب الميكانيك الأخرى. هذه المرافق كلها تابعة للخواص، لم تتمكن من توفير خدمة مقبولة للمتعاملين معها، حولت المواطن المغربي إلى ساندويش وفريسة ينهشه قطاع عام فاسد وقطاع خاص متوحش. نقدمه كبرهان على أن المغرب ما زال بينه وبين المدنية والتحضير قرن وزمارة.